أصبحت هذه العبارة من أشهر الشعارات التي تم ترديدها في الاحتجاجات الشعبية التي تعم المناطق اللبنانية، إلا أن أصولها لا تعود إلى الاحتجاجات الحالية، فقد بدأ هذا الشعار من مدرجات كرة القدم المصرية. هذه العبارة بدأ استخدامها من قبل جماهير الأهلي المصري في السبعينيات، حيث كانت تهتف الجماهير هيلا 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 هو الأهلاوي ما فيش زيه. أو أيوة 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 الأهلاوي ما فيش زيه. هيلا هيلا وهيلا هيلا هو الزمالك يا عين أمه. أما فريق النجم اللبناني لكرة القدم فيعتمد هذا الشعار خلال مبارياته. الشعار يعود إلى أغنية يا مصطفى يا مصطفى التي لحنها محمد فوزي. بوب عزام كان أشهر من غنى أغنية يا مصطفى يا مصطفى التي ظهرت للمرة الأولى عام 1960، وظلت ضمن أفضل 20 أغنية في إنجلترا وفرنسا لمدة تزيد عن 14 أسبوعاً، كما وصلت للمركز الأول في فرنسا عدة مرات ورقصت على أنغامها فاتنات إيطاليا. وقد قام المغني بوب عزام بغنائها ضمن استعراضات في عدة أفلام مصرية، أشهرها هو فيلم الفانوس السحري للفنان إسماعيل ياسين، وفيلم الحب كده للفنانة صباح والفنان الكبير صلاح ذو الفقار. وبعد ظهورها في السينما انطلقت آلاف النسخ من هذه الأغنية مترجمة إلى العديد من اللغات، بداية من الإنجليزية والإيطالية وصولاً إلى التركية. عام 1960 منعت الأغنية من قبل مجلس قيادة الثورة المصرية لفترة بسيطة، ظناً منها أن المقصود بها هو الزعيم مصطفى النحاس. يا مصطفى يا مصطفى أنا بحبك يا مصطفى، سبع سنين في العطاري دلوقتي جينا شي ماكسي.